السلام عليكم، معكم الشيف مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. سأقدم لكم طريقة عمل شراب التمر. هنا عندي 1 كوب تمر مخلي من النواة، وضفت له هنا 2 كوب حليب ساخن، يعني فورته على النار سخنته، وراح أخلطه وبعدين أقدمه. هذا الشراب مفيد جدا للكبار وللصغار، وبالنسبة للأطفال اللي ما يحبون الحليب أو اللي ما يحبون التمر ممكن واحد يقدم لهم إياه بهالصورة. وأيضا أنا هسه قدمته بشهر رمضان، هو مفيد للمرضى أو يفيد الإنسان العادي، يعني أي الصائم إذا يشربه طبعا هو يكون دافي، وإذا تردوه يتبردوه ممكن تخلوه بالثلاجة، بس هو راح يثخن بالثلاجة، فممكن بعدين تحلوه بشوية حليب بارد وتشربوه. وهو مفيد للصائم، يعني يساعد يعني بمواد غذائية عظيمة، وأيضا بالسحور إذا واحد ما يقدر يأكل أكل ثقيل ممكن يشرب من هذا يعوضه، ويساعد كثير، يعني ما يخلي لا يعطش ولا يجوع أثناء النهار. جربوه، هذا كلش مفيد لكم. وهذا شكله النهائي، أنا زينته بجوز الهند، وإن شاء الله يعجبكم وألف عافية.